600 وفاه بالنسبه ل 16000 ليه اسره. بيموتوا؟ طيب مين اللي بيموت؟ اولا الفصيل المنتشر عالميا الان من الفصائل شديده الخطوره، بيصيب الاشخاص اكثر الضعاف مناعيا. مين هم الضعاف مناعيا؟ مرضى المناعه المكتسبه اللي هم الاتش اي في، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الضغط، الكل ممكن يصاب، بس الفئه دي وقع الاصابه عليها اخطر من غيرها، بمعنى ان مريض الايدز عند الاصابه بهذا الفيروس قد يدخل في مضاعفات خطيره لان مناعته ضعيفه، لا يستطيع مقاومه هذا الفيروس، فبالتالي يخش في مضاعفات ومنها الوفاه. فبالتالي نسب وفيات هذا الفيروس عاليه جدا، 600 ل 16000 اصابه. منظمه الصحه العالميه شافت ان ده رقم خطير، فبالتالي اعلنت حاله الطوارئ على حول العالم، لان احنا ممكن نسيطر عليه. ليه؟ لان هو مش فيروس زي ما الناس مختلف يعني شايفاه زي كورونا مجرد العطس. احنا كان كورونا الواحد كان ممكن يعدي 20، لا، جدل القرود الاثنين اللي عندهم جدل القرود ممكن يعدي واحد، بمعنى ان هو نسب انتشاره قليله جدا. عشان ينتشر لازم هو كمان الشخص المصاب هل بيقدر يتحرك؟ هو في الاطار الاولاني هم اعراضه ايه الاول؟ بيبقى في سخونيه، ارتفاع حراره، الام في العظام، حمى زي البرد والانفلونزا لمده 3 ايام. وبعد كده بيبقى في طفح جلدي مميز اللي هي البصور، الوجه والكفين. الشخص بيتحرك، لكن بيتحرك ازاي؟ هو سخونيه او ارتفاع حراره، ما هي ده مش هيقدر يتحرك. ما هو بيتحرك لانه بيعتقد الاول ان هو دول برد، مش الحركه ان هو هيجري، يعني قصدي هو مش شخص في غيبوبه، يعني معدي. هو شخص معدي طبعا. امتى بيكون معدي؟ معدي في اطار عند وجود البثور وتلامسها، هو شخص معدي. تلامسها ازاي بقى؟ هو مش فيروس تنفسي، مش معنى ان هذا المريض لو كح في وشك هينقل لك المرض. ليه؟ لان ده من الفيروسات الثقيله. يعني ايه فيروسات ثقيله؟ عشان ينتشر محتاج حجره مغلقه ووقت كبير جدا، ان انت تقعد مع الشخص ده 4 ساعات عشان ينتقل تنفسي. فهو بالتالي هو فيروس تلامسي جلدي، عايزك تلامس هذا الشخص لفتره كبيره، تلامسه او تنام على سريره لفتره كبيره جدا، او يحصل نوع من الاحتضان او التلامس الجلدي لفتره كبيره جدا عشان ينتقل، فبالتالي فرص تحوله لجائحه وبائيه نادره الحدوث. كويس. يبقى لازم احنا نحضن، لازم نسلم سلام وفتره كبيره، او ننام مع الشخص ده لفتره، او نلبس هدومه، دي اللي ممكن وسيله نقل العدوى. هدومه طبعا محمله ببصوره ومرضه، انت لو لبستها وسبتها على جسمك وقت كبير، فوطه مثلا، منشفه، وقت كبير يعني. لكن ممكن لو حد بيقيس في مكان، بصي، نادرا لان هو مش سريع الانتشار. لكن هو فيروس جلدي تلامسي، يجب ان انت تلمس جلده لفتره كبيره عشان ينتقل هذه العدوى ليك مباشره. ايه الدول المنتشر فيها جدر القرود؟ هو ابتدى طبعا ينتشر في الكونغو، وابتدى ينتقل بوبائيات لدول كتير حوالين العالم. سبب انتشاره طبعا بعض الدول الاوروبيه بيعتمد رحلات في الغابات، هو موجود في الكونغو، لان طبعا طبيعه الكونغو، انا مش عايز اقول لك ان اهل الكونغو بياكلوا قرود اصلا. ماشي، يعني طبيعتهم كعيشه في الغابات وملصقين للقرود، وبعضهم بياكلوا لحم القرود. فبالتالي هي عيشه قبليه، ما فيش اي نظام صحي هناك، فبالتالي هم بينتشر عندهم هذا النوع من المرض. بعض الناس بقى بتعمل رحلات في الكونغو في وسط الادغال والجبال، ويخشوا يشوفوا الكهوف، لانه مش قرود بس، هو منتشر عند الثدييات عموما والحيوانات زي الفئران والجرذان، مش شرط يكون قرود. فبالتالي الدول اللي سافرت كونغو، او الدول او اشخاص من الكونغو انتقلوا للدول الاوروبيه، نقلوا هذا المرض، فانتشر في بعض الدول الاوروبيه، لكن الحمد لله حتى الان مصر خاليه من هذا المرض. ما هو ما اعتقدش احنا عندنا اي ما يدعي الى انتشار هذا المرض. ما هو ينتشر لو انت شخص جالك من بره مصاب بهذا المرض، لكن الدوله عامله ايه؟ عندنا اكبر شبكه رصد وترصد للامراض الوبائيه على مستوى العالم. موجوده فين؟ في المطار. خلاص اتحط في خانه الامراض الوبائيه بالفعل. ليه؟ وكمان وزاره الصحه حاطه في كل المطارات وفي المواني شبكه ترصد لكل القادمين، بالذات من الدول الموبوءه، من اسلوب الحراره بنشوف جلدهم، بيتم الكشف عليهم. بس هو انتشر برضو الى حد ما في المملكه المتحده، وبقاله على فكره فتره. بريطانيا كان انتشر في 2022، وكانت حالات سجلت كتير، وكان فعلا اكتر بالنسبه للاشخاص الشواذ، وحصل له انحصار، ودلوقتي تاني